صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير جماهير النادي الاهلي العظام، صباح الخير لجميع اعضاء النادي الاهلي بكل فروعه. خلاص من ايام بدا فصل الشتاء، وطبعا احنا عارفين فصل الشتاء يا جماعه بيبقى المناعه مش احسن حاجه، دايما دور البرد بتاعنا بجميع انواعه ودايما بيبقى سهل بناخده، فبالتالي احنا كمدربين جيم في تمارين او بعض التمارين عندنا بلس طبعا الاكل ده لازم اهم الجيم طبعا، بتدي نوع من انواع الانكريز او زياده المناعه. وليه زياده المناعه؟ اولا لما اجي اعمل مجموعه تمرينات عضليه فبالتالي الحرق عندي بيزيد، وبالتالي لما بيزود عنده هرمون التستوستيرون اللي هو الهرمون المسؤول عن العضلات، ده بيدي نوع انواع الحمايه او المناعه للامراض الموسميه، ومن ضمنها مرض اللي هو الانفلونزا الموسمي. النهارده جينا في الحلقه دي بندي باقه من التمارين اللي ممكن حتى نعملها في البيت، مش شرط تبقى في الجيم. لو عملناها حتى الصبح قبل ما ننزل الشغل بتاعنا يبقى احنا كده استفدنا من نقطتين. النقطه الاولانيه يبقى احنا عملنا تمارين في الفتره اللي بيكون فيها الحرق زايد، فبالتالي هلوس او اخسر دهون اكتر، وفي نفس الوقت احنا عملنا تمارين في اكتر وقت المناعه بتبقى فيه كويسه، فانا بالتالي التمارين بتزودها اكتر من المعتاد. ايه التمارين دي؟ تعالوا نشوفها النهارده مع بعض. اول تمرين طبعا اللي هو ما فيهوش خلاف عليه تمرين السكوات زي ما احنا قلنا عليه من شويه، ممكن نعمله في البيت 20 تكرار في 3 مجاميع، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنعمل التمرين دوت 3 مجاميع كل مجموعه 20 تكرار. طيب التمرين الثاني اللي هو تمرين اللانج او الطعن، ده من التمارين المهمه جدا اللي برضه بيشتغل على زياده الحرق وفي نفس الوقت زياده المناعه بتاعتك. نركز بس في التمرين ده عشان نعمله صح. اول حاجه لازم اخد الخطوه مظبوط. ايه الخطوه؟ اعرف ان هي مظبوطه. اول ما رجلي او اشوف ركبتي ما تسبقش القدم يبقى انا كده بلعب صح. اهو واحد وارجع تاني، اتنين. لكن الناس اللي بتلعب كده ده كده يا جماعه غلط. طب والناس اللي بتلعب كده ده كده يا جماعه فاتح زياده على اللزوم، انا كده ممكن يحصل لي فتيك او قطع في الاربطه. طيب ايه هو النزله الصح؟ فرد برده بطني، فرد ظهري، ظهري باص لقدام في بالانس. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة، وبالتالي طبعا ده التمرين الصح والاداء الصح اللي بحمي بيه كل المفاصل الموجوده في المنطقه دي وانا بعمل التمرين ده. طب ايه هو التمرين الثالث؟ تمرين اسمه الرباعي اللي هو البيربز. ده من نوع التمارين اللي بيدي حرق اكتر للجسم العضلات، حرق للدهون، وفي نفس الوقت بيعمل انكريز للعضلات وبالتالي بيزود المناعه عندك. ونوع من النشاط يا جماعه بالمناسبه، يعني انا لو عايز اعمل اي تمرين كارديو او ايروبكس ممكن اعمل التمرين ده، وبالتالي التمرين ده زي ما احنا شايفينه مع بعض هعمله بالراحه. اول حاجه بنزل على كف ايدي وبعد كده افرد رجلي الاثنين لورا، بعد كده اضم تاني واقوم اعمل جامب بالراحه، وتاني بنزل كف ايدي بمستوى كتفي وارجع برجلي الاثنين اربعه خمسه. التمرين ده لو عملناه اربع مجاميع في 12 عده من التمارين المهمه جدا اللي بتزود هرمون التستوستيرون وبالتالي بتزود المناعه بتاعتي. تمارين برضو مهمه جدا، لو انا عندي بار في البيت او عندي دمبل او عندي ازاز ميه بمسك البار كده بمستوى كتفي، ده من التمارين برضو اللي بتزود عندي المناعه وهرمون التستوستيرون. اهو واحد اثنين، ممكن امسك ازازتين ميه عادي وارفعهم زي ما انا برفع كده، خمسه ستة، نفس مهم جدا، سبعة تمانية تسعة عشر. التمرين ده يا جماعة هنعمله أربع مجموعات في 12 عدد. طيب نشوف آخر التمرين معانا من التمرين برضو اللي بتزود المناعة أو بتحفظني على الأقل من الإنفلونزا الموسمية. بقف كده بمستوى كتفي، تاني رجلي شاد بطني، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة
8 9 10 اخر تمرين وليس اخره طبعا، اكيد لينا لقاءات ثانيه كتير، هو تمرين الماونت كلامبر. ولو عايز ازود الادفانس بتاعه ممكن اعمل ببوش اب كمان. ايه هو التمرين الماونت كلامبر؟ تعالوا نشوفه مع بعض النهارده. هقف تاني على الارض بايدي بمستوى كتفي واعمل عجله 1 2 3 4 5 وانزل عد ضغط 1 2 3 4 5 وانزل 10 ضغط. التمرين ده ممكن نعمله 10 مرات لمده 3 مجاميع. تمرين مهم جدا، بيشغل لور بادي وبيشغل ابر بادي. تمرينات النهارده لزياده المناعه يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها، يا رب يحفظكم من اي شر يا رب. كان معاكم النهارده كابتن محمود فوكس، مستنيكم في حلقه جديده يا ان شاء الله. كابتن محمود فوكس، نادي الاهلي، مع الف سلامه.